كافي عبد الرحمن. شلون الميديم شوكر؟ ميديم شوكر اوكي. طبعا هذه قهوة الرمل. سمعنا كثير عن قهوة الرمل، فنبغى تكلمنا عن قهوة الرمل. الله يجزاك خير وسلم. طبعا قهوة الرمل هي طريقة تركية، طبعا نستخدم اللي هو المسخن الكهربائي، يسخن الرمل لدرجة حرارة 300 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نستخدم القهوة التركية او قهوة، طريقة تحضير القهوة التركية هنا عن طريق الرمل. طبعا تكون تسخن، طبعا درجة حرارة تكون 300 سلسياس. طبعا هذه الطريقة التركية، طبعا من خلالها نسخن الرمل. بعد الرمل نسخن الجدار حق الركوة، وبعدها طبعا تجهز الطريقة سريعة وهي اسرع طرق لتحضير القهوة التركية. طيب ابغى مثال الحين للقهوة. طبعا الحين بسوي لك قهوة، ايش اللي تفضلها؟ طبعا كيف تفضلها؟ ابغاها قوية والسكر زايد باذن الله. ابشر طبعا ايش نوع القهوة هذه؟ تركية صح؟ طبعا اي. طبعا القهوة التركية هي نستخدم الطحن، يكون ثلثين بثلث، ثلثين غامق وثلث اشقر. كيف؟ ما فهمت. ثلثين بثلث يكون البن نفسه، البن غامق، في ثلثين بن غامق وثلث اشقر. جميل. طبعا بعض الناس يستخدمون اللي هو مع الهيل او مع المستكا. طبعا هذه الساده. جميل. هذه الساده. تقدر تضيف لها الهيل والمستكا؟ لا، تكون من الطحن نفسه لازم. جميل. طيب بالنسبة للرمل، هل هذا رمل خاص؟ لا يعني يختلف، في بعض الأشخاص يستخدمون رمل خاص اللي هو الرمل الناعم، وإذا ما توفر يمديك أنك تستخدم أي نوع من أنواع الرمل. لأن أنا سألت شخص مختص بالقهوة يقول يجيبه من تركيا الرمل، هل هذا صحيح؟ هي بعض أهل الاختصاص طبعا يعني، وإذا ما توفر يمديك أنك تستخدم أي. وهذا الرمل من وين؟ هل له وقت معين على الرمل؟ لا، الطريقة طبعا بسرعة، أقل تقريبا أقل من دقيقة إن شاء الله بتجهز. يعني أساسا هي مغلية صح؟ إيه. وش فائدة الرمل؟ تسريع اللي هو عمل القهوة التركية. وهل يصير في نكهة معينة؟ طبعا في طريقة التحضير هذه تعطيك شوي ريحة فيها من الرمل نفسه. ولو زي ما تلاحظ أن سرعة التحضير. طيب ليش كل مره تحط؟ عشان اطبخها اكثر في البدايه. طبعا لازم انزل اللي هو الرغوه اللي فيها، بعدها اطبخها اكثر عشان تعطي طعم اكبر. جميل. يعطيك العافيه، كلفت على روحك. الله يعافيك. لا ابد. الله يسلمك. طبعا انا جربت القهوه، ما احب اصور واصور نفسي واشرب. جربتها قويه حلوه، يعني احس اني بضل 20 ساعه قدام سهران. لا ان شاء الله. يعطيك العافيه. سر هالقوه اللي فيها، طبعا احس انها يعني منشطه صراحه. طبعا السر هذا 14 طبعا القهوه تحتاج وقت عشان تطبخ. احنا اللي هو بعد ما نزل الرغوه اللي فيها كلهم نطبخها اكثر من مره عشان تعطيك مكان. جميل. يعني قهوة قوية ومختصة. هذا يعتبر مختصة؟ لا، القهوة المختصة تحتاج وقت، تحتاج معرفة وقت الزراعة، طبيعة الطينة اللي ما يعني مزروعة فيها، الارتفاع إذا كانت في الجبال ولا لا، درجة اللي هو الحرارة، الأمطار، كم مدة الأمطار في السنة تجيها على نفس الوقت. هذه القهوة لا ما تعتبر مختصة، لأن كل هذه المعلومات غير معلومة. طبعا المعلوميه ان الاله هذه اله الرمل، القهوه على الرمل اله تركيه الصنع. طيب في المحل عندكم تقدمون القهوه العربيه صح؟ طبعا نقدم القهوه العربيه والقهوه التركيه وانواع كثيره من الشاي والقهوه الاسبريسو والميكاتو واللاتيه والكابتشينو والموكا. تكلمنا عن القهوه العربيه والحساوي بشكل خاص، يعني هل الحساري يضيفون المسمار الهيل؟ شو يحبونها لازم اهل الحسد القاعدي؟ يعني يحبون برضه اضافه الزعفران فيها، اذا شافوها شكلها هذه يحبونها. طبعا نشكر الاستاذ محمد دهموش على المعلومات الجميله، وربي يوفقك يعطيك العافيه وشكرا. حياك الله. حياك الله. Okay.